باش يديكم ما تبقاش متقوبه، خليكم معنا باش نقدم معكم الميزانيه من الزيرو حتى نقدم معكم ميزانيه، ماشي مشكل. اي سؤال مرحبا. معنا عبير من مراكش ومعنا عادل من وجده، اتصالات كثيره كنتواصلوا بها اللحظه. كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم الكبير في البرنامج وعلى الرسائل تاعكم الكبيره اللي كنتواصلوا بها على رقمنا على الواتساب 0605390090. مشيو لمدينه مراكش مع عبير. عبير مساء الخير. مساء النور سيدي، شكرا لك على هذا البرنامج، الله يجازيك بالخير. مرحبا، هذه اول مشاركه عبير. وي اول مشاركه. ايوش علاش عيطتي لينا؟ علاش كنتي تقول علاش تعطلتي؟ علاش تعطلتي؟ علاش ايوا تلفت ما بقاش كيفاش قدرت الزيريل. مرحبا مرحبا، هذا الخير. نعطيك المداخل اللي عندي ولا ديفون. عبير مساء الخير. مساء النور سيدي، بارك الله فيك. شنو هو الهدف ديالك من التعيطه؟ الهدف ديالي هو خصني بغيت نتوصل انني نجيري المسائل ديالي وما نطيحش في ديفيسيت اخر الشهر. واخا دوكا طيحي في الديفيسيت. واخا وي كنطيح فيه. واخا مرحبا، بزاف كنا كنطيحوا فيه، ماشي مشكل، تفضلي. الوغ بالنسبه للمداخل اللي عندي، عندي كناخذ 8000 ديرهم بار موا السالير ديالي، وكناخذ 3000 درهم من عند مون ماري. هذا التوتال تاع لي ديبونس اللي كاينين. شحال؟ لا يعني كنطيح 3000 درهم. صبري، هذا التوتال ديال الغوفوني اللي عندك. المداخل، المداخل اللي عندك. الغوفوني فوالا. انت راه خلطتيهم من الاول. واه واه. الوغ يعني كنطيح واحد 11000 درهم تاع لي غوفوني اللي عندي. بداية الشهر. كوتي ديبونس اللي متوقعة، عندي اون تريت ديال السكرة ديالي فيها 3000 درهم. هذه اللي سيغ. هذه كتقطع. هذه كتقطع ما فيهاش. واه فيهاش خرتي. كاينة ليكول ديال البنية فيها 800 درهم. الغازوال ديال الطوموبيل كيدي ليا واحد 600 درهم في الشهر. إييه. فوالا. الوغ عندي المصروف تقريبا كنمشي كنطيح واحد 2000 درهم الشهر. فوالا هادو تقريبا المصاريف اللي كاينين اللي واضحين. الماء والضوء والويفي. فوالا الماء والضوء نسيتهم. فوالا الماء والضوء والتليفون كنطيح بواحد 900 درهم الشهر. شت كابيرة كطيحي. يعني بقات لك واحد 4000 درهم. واخا عبير فاريابل فاريابل. واخا بقات لك واحد 4000 بال 4000 درهم. واخا فين كتمشي؟ ما عرفت. هذا الشيء ما كتخرجيش مع ايطالينا باش نعرفوا ديك 4000 درهم فين مشات. ما كتخرجيش؟ لا كنخرج بعد اختار الحمد لله انا دايره يجيب علي منطق، يعني ما كناخرجش واخا على برا. لا ماشي بالضروره تمشي باش ناكلو، يعني تبارك الله الا مشيتي على واحد السوبر مارشي وديت معاك البنيه وبقيتي بقيتي كتقداي وكارت كيشي كدوزيها راه سالات 4000 درهم. فوالا هذه لابيتود اللي كانت خايبه فريمون، كنقلب عليها راسي لان كندير لي زاشا بزاف، كنمشي غير في التموين ديال الشهر معوله بغيت نديبونسي 1500 درهم. عندي فلوس كارت كيشي كنصدق ضربه واحد 2000 ولا 2500 كيف ما كنقولوا. تقدر تبان لي شي حاجه د الحوايج د الدراري واخا ما نكونش بلاني فيها نقدر نشريها. فوالا يعني هكذا ما عرفت كيفاش نقدر نجيري الامور. واخا دونك لوبجيكتيف ديالك هو تجيري الامور او ميم طون ما تبقايش طيحي في الديفيسيت. فوالا فوالا ونوفر ونوفر. دونك خص التوفير تحطيه هو الاول. داكوغ. شي حتى الا حطيتي التوفير كوم ان برانسيب، يعني شي حاجه اللي من الاساسيات عندك في التدبير المالي ديالك، راه غيكون دي زوبجيكتيف حطيتيهم اللي غادي توقفي هاد لي ديبونس اللي كديريهم بحالك، غيكون هو لا موتيفاسيون ديالك، غيكون هو هذاك الربح المعنوي اللي كتشوفي كتقولي كنضرب تماره راه كاين بعدك كنخلي شي حاجه. دونك نرجعوا انا وياك الاول. اول حاجه هذا الشيء اللي كنتي كطيحي فيه باش ما تبقايش طيحي فيه، غتاخذي واحد الورقه وطيحي عليها. وغتقيدي المداخل ديالها، تقيدي بالسميات، ما تبقايش تقولي بحال دابا 11000 قلتي لا مداخل، قلتي واحد لقيت النفقات اللي عندي، حيت كتخرجيها كامله. دونك غديري المداخل ديالي 11000. داكوغ. تشوفي غنشوفوا من بعد اشنو هي القدره الادخاريه ديالك عباش نشوفوا اشنا هي شحال خصك الداخلي. دونك حيت كان انا القدره كيفاش غنحسبها؟ انا غادي معاك حتى تعرفي شحال كتصرفي باش تعرفي شنو هي القدره ديالك. لي شارج فيكس اللي عندك، عندك الطوموبيل
لوايي عندك طعم. لا ماشي لوايي هذيك تريت اسمي الاشياء بمسمياتها الواير تقدري تبدلي الدار تمشي لبلاصه اخرى تريت راه يبقاو تابعينك دونك باش تعرفي ان لا تريت ونهار ما تدوش لا تريت فلوسها ما تقيسيهمش حيت الشهر اللي موراه غدوز هذه الاولى الثانية عندك المدرسه ديال البنيه غادي تحطيها الثالثه عندك الدولمه غادي تحطيهم حتى هما غادي تجي المسائل المعيشيه ديالك يعني غديري واحد البيدجي ديالك انت اللي عارفه المقادير ديال الدار انت اللي عارفه الامور اللي خاصك الحاجيات غادي ديري كل سيمانه تقريبا شحال كتقداي انت اللي فاهمه هذا الشيء يعني غديري واحد لا ليست ديال الامور اللي خاصك بار سيمين كاين الاشياء اللي غادي تمشي تقدايهم اون سول فوا بار موا كاين شي حويجات اللي تقدايهم شاك سيمين يعني غديري واحد لا ليست وغديري التقييم ديالها وتحطي واحد المبلغ قلتي حطيتي 2000 درهم غادي تعاودي ديري واحد تعاودي تشوفي هذيك 2000 درهم واش هي هذيك ولا لا داكوغ وحيت تمشي تقداي كارت كيشي عطاها التيقار غادي تيري فلوس غتحطي 2000 درهم قسميها انتيا كاع الا بغيتي غتقسميها ديري شاك سيمين 500 درهم ديال التقديه ديالي غتمشي وتاوي وعطي فلوس ودوقي فلوس تمشي لك هذيك تحسي بالنشوه ديال انك يرد لك الصرف تاعها تقليل البسطام شويه بالدراهم كارت كيشي هذيك الخفه ديال كارت كيشي ما تبقاش فيك تكوني في حاجه تتولي في حاجه اخرى داكوغ هذه الاولى حيت غتحيدي هاد 2000 درهم غديري التوتال لوجيكمون راه كتبقى لك واحد 4000 درهم هذيك 4000 درهم قلتي كندير شي خرجات كنبغي نشري غادي ديري لا ليست ديال كل مو اش خاصك تشري ماشي كل مره كنمشيو نشريو الحوايج ماشي كل مره غتبقاي تابع داكشي اللي كتشهيه يعني الا جيت نقول لك اليوم الخرجات ديالك انت والوليدات واش تقدك 1000 درهم حتى الزوج ديالك يخرجكم وي مره مره واخ مره مره سي بون عرفتيك كاع كتقولوا لينا واخا محسوبات هذيك محسوبات واخا ناخذوا جاتني الغيره على راجلك داكشي علاش واخا شوفي الا خدينا هاد القضيه ديال نقول انا غندير بروغرام انا ووليداتي غنخرج دو فوا مثلا تقدري تخرجيهم دي فوا بلا ما تخسري فلوس ودي فوا تقدري تخرجيهم عندك بروغرام تشري لهم حويجات غديري ليها واحد البروغرام ديال دو فوا باغ اكزومبل انا كنقول لك انت اللي تعرفي وديري التقييم ديالها شحال خصني نخرج معايا ما تخرجيش مع كارت كيشي حيت ما تعامليش بها مزيان دونك باش ما نقصيوش عليك ما ديريش 4000 غديري واحد 1500 درهم باغ موا ا ريفوار من بعد دونك شحال غتبقى لك غتبقى لك واحد 2500 متفقين القدره الادخاريه ديالك غتكون هي 2500 باغ موا هذه القدره شحال قاده بقات لوبجيكتيف علاش غندخر فلوس عندك شي هدف من هنا القدام؟ لي زيتود الدراري الصحه اون سي جامي واخا واش شتي لي زامبريفو غتحطي لهم اون انفلوب ديال 500 درهم باغ موا غتبقاي تكوميلا ليك في الاخر ديال العام غتلقاي عندك 6000 درهم يعني ولات عندك 2000 درهم هي القدره الادخاريه ديالك الا لي زيتود ديال الوليدات راه كل شهر تحطي 2000 درهم ديري في بالك ان لي زيتود لانسكريبسيون هادي راه سهلت عليك بغيتي تخليها حتى انت حتى مورا الباك راه تبارك الله غتجمعي شي حاجه بغيتي هاد 2000 درهم مع الوقت تبان لك فيها ديري شي بروجي راه تقدري ديريها بغي علاش لان 2000 درهم غتجمعها في العام راه 24000 24000 غديريها في غادي 50 في 4 اون راه 100000 لا الا جمعتي 100000 في 4 اون زدتي واحد 6 اون ولا 2 ولا 8 اون راه تمشي تشري حتى الدار ديالك يعني خصك تحطي واحد لوبجيكتيف اللي يكون غادي معاه لي بارن ديالك وهذا الشيء خصك تكتبيه وشاك كل ميزانيه ديال شهر عاودي ديري التقييم ديالها وسيري بان سيستم بحال هكا عابي بانت لي راه كتنوطي كتكتب وي سمعت السيلو من هنا يعني غير واحد القضيه كل ميزانيه كنحطوها وغادي تدخلي فيها حتى ديك بحال دابا ما نقولش العيد كبير لان راجلك هو اللي كيتكلف به ما نقول السفر لانه هو اللي غادي يتكلف به لا 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 اون بارطاج الا كتبارطاجي حتى هو ديري ليه واحد البيدجي حطي هذاك البيدجي وكم ساعه تبقاي غاده اذا امور واضحه عابر وي الا كان مازال عندك شي سؤال ما عابر واحد القضيه من غير لوبجيكتيف سي كو حتى الكارت كيشي انا ماشي كنقول عباد الله ما تحطوه الا ما كتعاملش معاها مزيان ما كتكونتروليش راسك كتجيك شي رغبه ديال الشراء كتلقى راسك سبقتي الكارت كيشي حطها باش هذيك الرغبه تيلا جاتك ماشي مشكل يجي يستعملها يتيري من هذاك الشيء اللي غيحتاج الشهر كامل ولا اسبوع ولا 15 يوم اسبيس يتيريها
غير سي ان فران بارابور الرغبات ديالنا اللي بعض المرات ما عندهاش ايسون ايليميتي في الوقت ما عندهاش لا نهايه. تماما. عبير شكرا لك بزاف على المشاركه ديالك، هذه كانت اول مشاركه، كنشكرك بزاف. كي جاتك اصوات وكي جاك البرنامج؟ لا لا غيانا دير الله يعطيكم الصحه والله يكبر فيكم فريمون فوزيت لاريفيي لي شوز عندي منكم. الله يعطيك الصحه، ميرسي بوكو، شكرا لك بزاف بزاف، وتحيه لجميع ساكنات مدينه مراكش اللي كيسمعونا دائما على راديو اصوات. كنبغيو نحيي ابراهيم هديبي في الاخراج اللي معانا دائما، وايضا محمد الوازنك. تشوف بحال عابر، عيطوا لنا دابا على رقمنا 0522 77 24 24، او تواصلوا معنا على رقمنا على الواتساب 06 0530 90 90. خطوطنا مازال مفتوحه لكم، وغادي معكم حتى 7:30 حتى نقادوا معكم جميع الميزانيات اللي عندكم وجميع الأسئلة كتتعلق بالفلوس. احنا راجعين ما تمشيو فين.